مادة حارقة وبالرصاصة هون وفوينك كالعادة على الإيقاع جنة الساعة ليك معاك يابا مادة حارقة حطوا مي بالصومال بدل ما تعبوا بالمسابح الله حي ولا مش حي انت هسه بالدنيا سارح مش عم بنظر عليك فخدها كنصائح واذا قطعت عندك الكهرباء كلمات هيلة مصابح بس بحذك لها عراسك اتقل من صوت اسمها شيلوا لي هذه السفنجة ورجعوا لي ايام سنة قررت اصير فضائي لاني صرت ازهق الانسان عشان ما بشيل الشان لا اخو زي معرفتنا بالشيشة بما ان في عمان فالاعلام هان هادف بس هادف لايش وليش الواقع منه شايف بحب اكون مخالف لان القوانين هولك طار وكم التراب فوق الحصار يزعقون من الاصفار نبي وصى بسبع جرس من الشمال ولا اليمين شوفوا لي هون كم واحد معروف ماله مش تخين وإن احنا مش صحيين هذا الحكي مش مفيد لأنه لو عن جد يمين كما فتح بن العميد انا ما بشرب كاس الوطن لانه بيذكرني بدريد اللي كان للحكم لحم والسماع وسخن الباب حقك علينا يا شام ويا سلام على شليط ولو في منه كمان عبيد انسان مش شراريط ونستلم اسرانا بالاحضان والتعبيط مش فاهم الخريط اللي بدماغي عم بدور انا بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور ليش مهمة عندنا الهمة أيوة. مهمة صعبة والطريق طويل بس انا صابر مش حضر اخلق عالم اليوتيوب بلحظة فشوف التراب الشغال 24/7 مش مزحة فش مجال عنا للحيرة يا معنى يا ايامك من ورا الصعليك عصيبة النظام قبل ما يحميك انت حامي فساده وراتبك الاساسي مع الدوب ملبي حاجاته ما تقول لي تعودنا لانه الشعب مش وراثي بس هنا كله حكام استرادع هالكراسي واطلية بالقصور وباقي الشعب على الارض بنازع فواحد صفك طالب عامل او مزارع فش حوار ما طالب حقك جيبه بيدك واذا بتعرف الله ما تحط غيره سيده احتل السيطر على الاقتصاد ولا ومنع تداول اي اموال قذره ما تقول لي عفو عند المقدره انسى ما احنا اللي تربينا على الخوف واحنا طلعنا خرا احكوا لك الاهل افهم كل شي بس ما تحكي يعني اعرف انه فلسطيني لو ما تدخل اقعد بالدار على التلفزيون زي الاهبل والتي بلقمه العيش او كمبيالات اخر سياره وجيفارا يابا وجورج حبش وليلى خالد وتريزا هلسه شبابهم راح لوين